عيشي جيم على ام دي جي اس، المساند الاول للرياضه الوطنيه. سلام لي زامي، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده ديال برنامجكم عيش الجيم، البرنامج ديال التقصى والعاب الفيديو. في الحلقه ديال اليوم غادي نتعرفوا على الفريق المغربي في لعبه ليغو فليجنز دو بلاك لوتوس اللي عنده بالماريس كبير وربحوا العديد من البطولات والمسابقات. غيكون معنا عميد الفريق امبيرفكت باش نستافدوا من تجربته الكبير. وفي تورنوا دي ستار غادي نلعبوا ماتش اقصائي جديد ما بين سعد عبيد وياسين فيغوشي. فيغو كيخسر ديما ومتمرس، ولكن سعد كيقول على راسو نوب. غادي نتفرجوا واش سعد قادر يخلق المفاجاه. مشينا طلع اخويا الجينيريك باش نبدا. نبداو مع اول فقره في البرنامج سبورت ريجيمر. الياسي هي بطوله كبيره ديال ليغو فليجنز كيشاركوا فيها احسن الفرق من العالم العربي، وكتحتاج بزاف ديال التدريبات من لاعبي الفريق باش يقدروا يديروا نتيجه مشرفه. مشينا للبوت كامب الخاص بلاك لوتوس وتابعنا معاهم التدريبات والتمرينات ديالهم استعدادا للياسي. السلام عليكم، سي فيرتشوال جانجل ديال بلاك لوتوس، مرحبا بعيش الجيم عندنا في البوت كامب ديالنا. يلا نشوف شو كاين. معكم امبيرفكت يوسف فكير، فونداتور ديال ذا بلاك لوتوس. في البدايه كنا واحد خمسه ديال الاصدقاء كنلعبوا ليغو اوف ليجندز فور فان. صراحه كيما اي واحد كيبدا اي جو كنلعبوا فور فان. موراها بداو كيبانوا دا تورنوا مانتيريسون، كاش برايز مزيان، داكشي قلنا علاش لا ما نكريوش واحد الفرقه، قلنا علاش لا حتى حنا ما ندومينيوش لاسين ماروكان. وكنا كنقلبوا على سميه وما لقيناش ما حسن من ذا بلاك لوتوس. أباريتون دي جيمرز كأي واحد في تي بي ال عنده يا لي زيتود ديالو يا الخدمه ديالو. كاين دراري اللي كيقراو في ميديسين، كاين دي انجينيور اون انفورماتيك، كاين دي ديزاينر. دابا حنا في البوت كامب ديال تي بي ال. جو بو في دير كو سي ما بروميير اكسبيريونس داتر بارتي دان بوت كامب، دو فير بارتي دان بوت كامب. كاين واحد الفرق كبير بين كل مثلا حتى بنادم مفرق، كل واحد تيلعب من دارهم تحت ما عمره شاف الاخر ان ريل لايف. لاننا نتجمعوا اللعبه تيعطيو اكثر، الكوتش تيعطي اكثر. كندير اونترينمون شاك جور، كل واحد عنده الكوطه ديالو ديال سولو كيوز، وكنحاولوا ديما نسكريميو ثلاثه ولا اربعه ديال سكرينز بريفيو ديالهم، باتش نوتس وكاع داكشي ديال التيم. عندنا مسيو بريست ماكسيم كيتكلف تو سكي كوتشينغ بيرسونيل، كوتشينغ ديال لا تيم. تقريبا كنتلاقاو كل نهار في ديسكورد بوغ ايشانجي، بوغ بارلي، ديسكوتي اي سونتريني. كنشوف البوت كامب ديال تي بي ال، نتلاقاو في استوديو مع اسماعيل. وكنرحبوا بيوسف امبيرفكت معنا في بلاطو عيش الجيم. سي يوسف مرحبا بك معنا. الله يحفظك سي اسماعيل، نهار كبير هذا منين جينا نظرنا هذه البلاصه، وشكرا على الاستضافه. يوسف انت هو المؤسس ديال ذا بلاك لوتوس، بغيتك تعاود ليا القصه ديال بلاك لوتوس كيفاش بدات. القصه بدات في 2015، كنا واحد خمسه ديال اللعابه كنتعرفوا اونلاين. منين بداو الناس كيتانتريساو بلا تورنوا ولاو كيتورغانيزاو دي تورنوا، شاركنا في او قلنا علاش لا ما نجمعوش في واحد الفرقه اللي كانت سميتها ديك الساعه رول دو دايس قبل ما تولي دو بلاك لوتوس، وبدينا كنشاركوا في لي تورنوا. المهم من 2015 تقريبا حتى 2020 وحنا مضمنين لا سين. انتم مؤخرا مشيتوا بعيد وكريتيو الشركه ورجعوا حتى اللعابه ديالكم عندهم دي سالير، عاودينا كيفاش جات هذه الخطوه كامل. دو بلاك لوتوس في البدايه كانت كوليكتيف ديال خمسه اللعابه وباج فيسبوك باج انستغرام، دابا ولات اس اي ريل. بحال قلتي راه لي جوغ سون دي سالاري في لا سوسيتي ديالنا، و سون دي جوغ اون ميم طون. ومنيت باش يعطيو اكثر، ونيت هذا العام تبارك الله راه غادي تشوفوا زعما النتيجه ديال هذه القضيه. في ذا بلاك لوتوس شنو هو اهم رول؟ واش جانجلر او لا توب بلينر او لا شنو بالضبط؟ كنقول زعما احسن رول هو جانجلر. انا جو بريفير زعما يكون عندي ان بون جانجلر كو يكون عندي ان بون ميد لينر ولا بوت لين، حيت بحال قلتي هو اللي كيشوف لا ماب، هو اللي كيحرك لي جوغ، هو اللي كيعاون لي لين، هو اللي كيدير بحال قلتي هو الجوكر في الفرقه. ونيت حنا حتى في بلاك لوتوس عندنا الجانجلر هو الجوكر. يوسف واش ذا بلاك لوتوس لاعبين باش يديو اللقب ديال ياسين؟ وا راه من العام اللي فات وانا كنقولها، راه ما كنلعبوا في الحاجه الا باش نتراي هارديو فيها وباش نديوها. يوسف وصلنا الفقره ديال كيستيون انترنوت، وصلنا بزاف ديال الاسئله لذا بلاك لوتوس، واختاريت لك هذا السؤال، نشوفوا السؤال وتجاوبنا عليه. سلام، انا صلاح من فاس، بغيت نسول امبيرفكت. انا توب بلانر هارد ستاك سيلفر، وبغيت نعرف شنو ندير باش نطلع في الرانكت. شكرا.
يوسف الخبره الكبيره ديال الكاتوب بلينر بغينا الجواب ديال هذا السؤال. ديما يلعبوا لي سبليش بوشر حيتاش في لو الو خاصك تكاري الجيم بوحدك من الطوب وباش دير هذه القضيه عليك بتريندا عليك بجاكس هذوك لي شامبيون فيورا لي شامبيون اللي كيقدروا يربحوا من الطوب غادي يساليو الجيم من الطوب الا ما جاوش ديفوندا وخمسه ديال اللعابه ضدك ما غاديش تقدر ما غاديش يقدروا يربحوا غادي تسالي ليهم الجيم بوحدك زعما بلا سبليش بوشر عليكم الدراري بلا سبليش بوشر وما غاديش يطلع رانك فينال ما غاديش تربح ما غاديش تطلع رانك ديالك غتبقى هابط كثير برك. شكرا بزاف امبيرفكت على الاجابه ديالك. لي زامي وصلنا للفقره ديال اف 5 اللي كنتعرفوا فيها على اخر اخبار عالم العاب الفيديو مع صاحبنا رشيد كارت ميموار. رشيد لاباس عليك؟ عندك شويه مع ليغ اوف ليجند؟ الصراحه انستاليتها في البيسي السيمانه اللي فايته وقررت نبدا فيها الايامات الجايين. رشيد شنو هي لاكتواليتي ديال الجيمين اللي جبتي لنا في هذه السيمانه؟ تمكن فريق فوكس جيمين للعبه فالورانت من الفوز على فريق تيم توابل بنتيجه 13-1. نتيجة كبيرة كتبين مدى قوة الروستر اللي لعب في هذه الجولة هذه. للتذكير فبطولة إنوي في الموسم ديالها الخامس والفعاليات ديالها مازال متواصلة في قادم الأسابيع. أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الخميس الماضي على ارتباطها بخمسة ديال الاتحادات عالمية وخمسة ديال المطورين ألعاب الفيديو باش ينضموا السلسلة الافتراضية الأولمبية. هذه المسابقة غادي تكون على انترنت ما بين 13 ماي و 23 يونيو وغادي تكون في رياضات السيكليزم، لافوال، البيسبول وكذلك سباق السيارة. واخيرا تمكن اللاعب ميستر البرتو 23 من تحطيم الرقم القياسي العالمي في لعبة زيلدا ويند ويكر اتش دي. ميستر البرتو سال اللعبة في فئة الـ 80% في اقل من 5 ديال السوايع للمرة الاولى على الاطلاق. وحقق رقم قياسي جديد كيتقدر ب 4 ديال السوايع 59 دقيقة و 20 ثانية. هادو هما الخبيرات اللي كانوا عندنا هاد السيمانة، نتلاقاو السيمانة الجاية مع خبيرات اخرين. السلام عليكم. شكرا بزاف رشيد ونتلاقاو معك السيمانة الجاية مع نيوز جداد. شكرا بزاف يوسف امبرفكت، جيتي عندنا نعيش الجيم واستفدنا من التجربة الكبيرة ديالك في الليك. مرحبا سي اسماعيل، كنتمنى دوك النصائح واللي عطيت للناس اللي هارد ستاك سيلفر والناس اللي واحلين يفيدوهم نيت، وشكرا عاوتاني على الاستضافة. وكنتمنوا لكم حد موفق في البطولات والمسابقات اللي كتشاركوا فيهم. شكرا، ان شاء الله كنوعد الدراري وكنوعدكم حتى نتوما بان غادي تكون الفرجه هذا العام دوبلاك لوتوس في حله جديده. بون كوراج يوسف. لي زامي الحلقه ديال اليوم باقيه مستمره معكم، بلاتي شويه غادي نستقبلوا الضيوف ديالنا في غوشين وسعد عبيد باش نلعبوا ماتش اقصائي جديد في تورنوا ديستار. ميزامي باقيين مواصلين معكم الحلقة ديال اليوم من برنامجكم عيش الجيم، وصلنا للفقرة ديال الحماس المتعة التشويق والبيوتة والإثارة تورنوا دي ستار واللي كيتنافسوا فيها الضيوف ديالنا على هذا الكاس الواعر. اليوم غادي نستقبلوا الضيوف ديالنا سعد عبيد وفيغوشين باش غادي نلعبوا ماتش إقصائي جديد. الدراري مرحبا بكم معنا. فيغوشين مرحبا بك. الله يحفظك. صافا كلشي مزيان؟ بخير. جاي اليوم واجد؟ لا شوف سعد هادي ربحنا زعما سعد مرحبا بك. لا انا اليوم انا ضربت الحطه ديال سي بوشي الحطه ديال الروابط. اليوم انا جاي نضرب البيف فهمتي؟ علاش اليوم ضربتي الحطه ديال الروابط؟ علاش؟ جيتي تبيفه مع سي بوشي ولا كيفاش؟ انا كايله بصح كلاشاني في انترنت اليوم نكلاش اليوم صافي. دوك جاي عوان متريني مزيان سعد؟ لا متريني هنا لا، ولكن ان شاء الله نديرو شي 5-0 ولا هو. انت اللي غتربح ب 5-0؟ لا هو ما نفوتوش 5 ما يشوهنيش بزاف. حدا من هذا الهضره دابا شوف ندير واحد يقدر يكون لعاب مزيان وكيموهك. لا لا ندير انا نشوف الكاميرا ندير واحد اللقطات نديرو قانون جديد الا ما فتش 5 تسمى انا خاسر. واخا فيكو ماشي 5 غنديرو 6 واقيلا ولا 7 شنو بالك؟ قليل فين كيلعب السيد قال لك 5-5 صافي نرجعها 6 فيكو نديرو 6 مزيان قبلتي التحدي صافي مشينا. واجده فيكوشين يلا نبداو الماتش. كيبدا الماتش ما بين سعد عبيد وفيكوشين. سعد عبيد لعب بالبارسا وفيكوشين لعب بليفربول. باس طويله عند صلاح، صلاح والانفراد ولو فاس لفاس وكيعطي لا باس وكيتين وكيتين جول 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 جول. محمد صلاح كيماركي البيت الاول لصالح فيكوشين 1-0. غنتبعك محاولة الكرة عند فاينالدو، فاينالدو كيعطي لا باس هندرسون هندرسون جول 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 2-0 مع هدية ديال الماتش لصالح فيكوشين. وهكا كيتقلص الفريق ل 4-0. فيرمينو كيعطي لا باس لجوماني كيرجعها فيرمينو الفاس لفاس جول 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 3-0 في الدقيقة 22. ميسي واش غيتيب؟ ميسي اللي كيرو سعد عبيد لو كروشي لو صدر واش غيتيب؟
جول 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 واو على بيت واو على بيت بقى ما دارش شي محاوله وفاش ماركه بيت اسطوري ماتش خارق ولكن صدمه هو تسلل وكتسالى لا بروميير ميتو بالتفوق ديال فيغوشين ب 3-0 فيغوشين ماركيتي 3 ديال البيوتا برافو عليك كيجاك سعد في اللعب لا سعد صدمني انا زعما كنت كنتسنى ديال الكره عطيتي شي سبعه دابا ولا شي حاجه هذا هو قال لك ما عمرني قصت وانت انا صدمتيني انت داك تسنى شي سبعه راه زقلتي بزاف اصاحبي انا ما زقلتش قاد رجليك سير عند الحداد شويه كون صدق لك ديك البيت سعد دوماج واو الدوبل كنتي غتحطو عندك في انستغرام ديك البيت كنت مارك كنت ياك دوماج كان اورجل كتبدا دوزيام ميتون بالتفوق كنذكركم ديال فيغوشين ب 3-0 فابينو اللي كيدوز لاباس كيدوز لاباس عاد فيرمينو اللي كيتير جول 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 افيرات فينالدوم مع البوطو صلاح كيعطي لاباس جول 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 فينالدوم كيباركي البيت الخامس لصالح فيغوشين صلاح كذا الكره شنو عند الكيتير كيباركي البيت السادس جول 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 في الوقت اللي كنت كندوي مع سعد فيغوشين غفلنا وماركا البيت السادس وهكا كيكمل التحدي ديالو دابا نقدروا نقولوا تعادل 6-0 الكره عند ساديو ماني ساديو ماني جول 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 ساديو ماني اللي كيماركي اخيرا البيت ديال التفوق ديال فيغوشين كيتسالى الماتش ب 7-0 ولكن على حسب التحدي ديال فيغوشين 1-0 سعد عبيد خديتي 7 دنيانيا فخارج تيران عطاه 7 خارج زعما خارج الفيفا تحدي واعر هذا عندك شي فرقه مزيانه صالون جديد كاينه فرق اجي نديرو كاينه فرق انا كنتفرج فيه كيلعب مزيان ياسين التحدي ديالك خارج الفيفا نتلاقاو في شي ميني فوت ولا 11-11 وبين ليا خاصك تماركي 7 بكا قبل التحدي ضروري المره الجايه تلاقيتو في شي ميني فوت خاصك عاوتاني مره واحده اخرى تبين لي اللعب ديالك شوف ما كنبغيش نهضر بزاف دابا خليتها الارض الواقع اخي انا كنتحداك اخي سعد يلا سير انا قابل التحدي ديالك سعد عبيد كنشكرك بزاف انك جيتي لعبنا اليوم الله يحفظك خديتي 7 ديال البيوتا ولكن برافو عليك قبلتي الانفيتاسيون والتحدي ديال ليميزيون وحتاش عيط لك انا قدرتي انك تجي عندنا وتحدى في كوشين اللي كيلعب مزيان برافو عليك مي ديروا شي كومبيتيسيون ديال العيانين عاود عيط ليا ديال النوابه ديال صحاب 7-0 8-1 في كوشين كنتسناوك تجي عندنا السيمانه الجايه متريني مزيان باش تلعب كونتر رضا الوهاب نأمل ليزامي كنتمنى على الحلقة ديال اليوم وهذا الشيء الواعر يكون عجبكم نتلاقاو معكم السيمانة الجاية مع الماتش ديال فيغوشين كونتر رضا الوهابي ونكتشفوا جيمر جديد الا بغيتو تعاودوا هذه الحلقة غادي تلقاو هذه ديسبونيبل في لاباج ديالنا في فيسبوك او في لاشين ديالنا في يوتيوب نتلاقاو السيمانة الجاية بالسلامة عليكم وعيشوا الجيم هذا البرنامج قدم لكم من طرف لايم دي جي اس المساند الاول للرياضه الوطنيه ام دي جي اس نربحوا الرياضه